والثنائي اليوم من مدرسة المقاولون العرب على بركة 0-1 أمام إنبي. كرة أمامية وانطلاقة أولى، ودي تسديدة أولى حلوة حلوة حلوة. بدأ الكلام، بقول لحضراتكم النهاردة 3 نقاط من ألماس، وما أغلى الانتصارات، الانتصارات اللي غايبة عن مودرن فيوتشر وأيضا عن 17 هدف في بطولة الدوري عبد الكبير سواء مع دجلة أو سموحة أو مودرن فيوتشر. مرة تانية صادق بيسلم باسم، فرصة للتسديد، أدي كورة بترتطم بخطورة شديدة جدا جدا، بتغير اتجاهها، لكن مودي بيتصدى لتسديد باسم ويحولها إلى خارج الملعب ركنية. محاولات إيجابية مع الدقايق الأولى والدقيقة الثامنة من عمر وزمن. عبد الكبير الوادي الكرة الأمامية خطيرة جدا جدا عند عاطف، خطير يسيبها لجوناثان وتسديده، لكن في المتناول، لكن كان في راية، كان في راية. وصف السلبي في كل مباراة أهدر مودرن فيوتشر ركلة جزاء. هنشوف الركنية الثانية اتلعبت مقواسة، ودي جول 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 ربيعة ربيعة. أصدقائي بيفتتح التسجيل، ولا مين ده؟ علي زعزع، علي زعزع بضربة راسية حديدية على بعد ايه؟ على بعد ربع متر فقط في الدقيقة 12، وجها الوجه مع عامر. عامر تقريبا علي زعزع دخل بالكرة المرمى. بصوا حضراتكم الكرة اللي فيها سويرف وفيها لولبة وفيها كرة مقوسة جميلة، لكن غياب دفاعي كبير من الذئاب، وعلي زعزع يفتتح التسجيل. عبد الرحمن خالد يحطها حلوة لمحمد سالم، أيضا هداف المقاولون العرب. أدي كرة وتسديدة حلوة حلوة حلوة، تسديدة قوية من الأوغندي جوزيف أوشايا. جوزيف أوشايا صاحب الثلاث أهداف. كرة مرتدة من الدفاعات، ما كانش فيها تسلل، وسريع سالم حطها في القلب، لكن على طول إبعاد من ربيعة، ياخدها زي ما هي بعيوبها وبشكلها، لكن حط وش رجله تسديدة محتاجة تصويب. أوشايا بيلعب ضربة حرة بتعمل بند في مكان خطير، لكن عينه حلوة جنش، مسك كورته بثبات من جبنة. عمرو السيسي يعمل إبعاد، صادق يسلم أحمد عاطف، خطير 1-3، عدى وفات وبيسدد، لكن عامر، عامر 10-10 ويجعله عامر. جوناثان بيلعب كرة عرضية خطيرة، عبد الكبير يوزعها، يا ولد يا ولد، يا سلام يا سلام يا سلام، لكن في راية، والله لمسة جميلة ثلاثية، وعبد الكبير الوادي ادى هدية لعبد. تقنية الفار بلا شك أضافت الكثير والكثير، ودي كرة عند سالم خطير، يا ولد يا ولد، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الهداف، عنده 31 هدف في مشوار سالم مع الذئاب، والنهارده في الدقيقة 32 بيضع هدفه رقم 32. لكن بص شوف الحكاية، وبص شوف اللمسة الذكية وردة الفعل القوية من جانب الذئاب، اللي أخيرا في الدقيقة 32 عن طريق كبير الذئاب، كبير الهدفة كبيرة جدا جدا لمحمد صادق، يغير اتجاه اللعب عند جوناثان، كنترول، ودي عرضية، يا ولد يا سلام يا سلام، لكن برضو في راية وصفارة وقرار جديد من المساعد الثاني بتسلل، اعتقد على جوناثان، لانها ما تنفعش يبقى تسلل على عاطف. بص شوف الحكاية، هل فيها تسلل على جوناثان؟ حكام الفار هيبقى ليهم قرار، لكن طبعا مفيش تسلل على عاطف لان الكرة سابقة، وحضراتكم حافظين القوانين اكتر مني. هل في تسلل على جوناثان؟ هدف، هدف بالفعل احمد عاطف، يعدل النتيجة اصدقائي في الدقيقة 35، ويعود مودرن فيوتشر كلاكت رابع مرة في اللقطة الرابعة. 3 فرص مهدرة من عاطف، لكن شيمي وجوناثان
يسلم لفراس، فراس هيعمل لنا ايه؟ لعب كرة عرضية تقدم مرة وتعادل ثم تقدم من جديد في الدقيقة 35، هيشوفها بنفس ربيعة. وهل هناك ركلة جزاء؟ رغم ان اللقطة والكادر ده موضح تماما، لكن لو سابها اعتقد لمست. هنشوف. المهم وليد، قرار وليد هو الاهم. ادى ركلة الجزاء، ركلة الجزاء. وعن ادراك التعادل داخل اوشايا، داخل اوشايا. يا ولد يا ولد يا ولد، يا عيني عليك ويا عيني على الجمال ويا عيني على الدقة وعلى الاتقان من اللمسة الذكية والقدم اليسرى من الاوغندي جوزيف اوشايا. سجلها بمثالية كبيرة جدا جدا علشان يعود الذئاب من جديد. اصدقائي في الدقيقة 8+45 في شوط اول ومثير، جمع اصدقائي مودرن فيو عبر شاشة اون تايم سبورتس ولقاء مودرن فيوتشر. مودرن فيوتشر مرة تانية، المرة دي عدى عبد الكبير، عدى وفات، دخل في مكان خطير، يسلم عاطف، ترتد الكرة. يا ولد يا ولد يا ولد على التسديدة من غنام، لكن فيها قوة لكن تفتقد للدقة وللإتقان. ادي غنام الموسم الثالث مع مودرن فيوتشر، غنام محمد. وادي الحكاية، المرة دي عدى بمهارة من مامادو نياس، ثغرة كبيرة في الجانب الأيمن عند الذئاب في تواجد مامادو نياس. ادي غنام، احمد علاء. هنشوف رمية التماس واستغلال التفاصيل الصغيرة. كرة على القائم الأول، لمسة من سالم خطيرة لكن إبعاد في توقيت مناسب، ولسه لسه الخطورة ورايحة جاية، ولكن ضربة راسية من مجلي في الأخير بجوار القائم الأيسر. دايما اللقاءات اللي فيها ندية، تقارب المستويات اللي مصعبة المباريات على الكل. الخطأ يطح عمرو السيسي، ممكن نشوف هجمة مرتدة سريعة لكن نشوف السرعات. ادي هشام عادل رفع وشه وعمل كورة لصادق، لكن عدت صادق، بيخش في ظهر عاطف اللي بيتحرك وبياخد المدافع على القائم الاول علشان يدي مساحة لصادق يزيد وراه، لكن الكنترول العرب. لكن النتيجة المهمة، النتيجة اللي بينتظرها المسؤولين هنا وهناك هي التعادل 2-2. ادي جوناسان ضغط في توقيت عالمي وعمل انطلاقة حلوة ويسلم عاطف اللي اعتقد كان متقدم، وبالفعل متقدم سبق الكورة وسبق التمريرة. كبير من لاعبي مودرن فيوتشر، هنشوف جوناسان هيوجه ازاي. حطها في القلب، عامر بالبوكس على طول ابعاد. اوشايا بيشتت وينقل الاحداث الى نص ملعب مودرن فيوتشر. هشام عادل هو وباسم اقصر اتنين هما اللي بشكل حقيقي عن الفوز والانتصار والثلاث نقاط. اتلعبت الركنيه قويه على القائم الثاني، ادي راسيه وادي كوره خطيره جدا جدا، لكن هل خرجت؟ اعتقد خرجت. المساعد الاول ادى قرار، هنشوف اللقطة مرة تانية. بالفعل خرجت وتجاوزت خط المرمى، علشان كده المساعد الاول ادى ركلة مرمى لمصلحة المقاولون العرب اللي اعتقد وصل حتى الان الى مبتغاه وهو فرض التعادل. عايزين يوقفوا سلسلة الهزائم، اخر لقاءين هزيمتين. جوناسان عدى وفات، جوناسان يحطها في مكان خطير، عدت ودي تمريرة ودي فاروق يا ولد، لكن عامر بينقذ الذئاب وينقذ المقاولون العرب في لقطة في الدقيقة 95+90. مش معقولة، محمد فاروق بيضيع فرصة مهولة. ودي علي ياسر يا ولد يا ولد يا ولد، لكن عدت مرت بيندب حظه
فرصتين متتاليتين وادي سالم قام لان النقطة اللي كانت في الجيب لولا تألق عامر بص شوف عامر بيعمل ايه. ادي جوناثان رجل المباراة من وجهة نظري وادي فاروق عمل فنت عالمي نيم عامر لكن عامر يجعله عامر وينقذ مرماه من لاطة وفرصة ثمينة جدا في توقيت قاتل من عمر وزمن اللقاء. في هذه الأثناء وليد عبد الرازق يسدل الستار على